بنعرف انه الجانب الاسرائيلي بيمنع التصدير من اكثر من 6 سنوات نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة. الهدف من فكرة خروج قارب محمل بعض المنتجات من قطاع غزة هدف رمزي لتحقيق كسر للحصار المفروض على تصدير البضائع من قطاع غزة إلى العالم الخارجي. لتعريف العالم الخارجي بأن قطاع غزة ما زال صامد وما زال ينتج وما زال هناك حياة في قطاع غزة.